حضرتك ممكن تقول لنا ما هي الواجبات المطلوبة من الوالدين علشان يتلاشوا ان هم يكونوا عندهم عقوق للأبناء؟ الواجبات المطلوبة من الآباء المساواة بين الأطفال في الإنفاق، وبعدين في أنا دايما بقول أعينوا أبنائكم على طاعتكم، أعينوا أبنائكم على طاعتكم، يعني لازم نساوي، لازم نوجه يعني نقرب من ربنا شوية، لازم نبقى نربيهم على الدين وعلى حسن المعاملة وعلى المساواة بين بعض. ما تحاولش تكذب قدام ابنك، أصلك هتكذب قدامه هو نفس القصة، ما هيكذب عليك وبعدين مش هتقدر تقول له يا ابني الكذب حرام، يا ابني انت كده تروح جهنم، يا ابني لازم انا الاول اكون مرايه لابني ومرايه نظيفه ومرايه حلوه. الانفاق بامانه، المتابعه للابناء، التربيه اللي هي التربيه يعني متابعتهم في اداء الواجبات بتاعتهم في المدرسه، في الدراسه، في الخروج، في الدخول، تبصيرهم بالدين، فدول مضغوطين، دول الانفاق والمتابعه للابناء في التربيه يعني. واجب على الام تعمل كل حاجه حلوه لاطفالها عشان هم دول، وهي بتبقى قدوه حسنه ليهم. الواجب عليا ان انا لو انا بعمل حاجه غلط ما اعملهاش قدام عيالي، عشان هم اولادي اللي هم انا ربنا يعيد لي بيهم، يتعلموا مني الاخلاص والادب والذوق والتعامل الانساني. فين كل ده؟ لو انا ما عرفوش مني كده يبقى هيطلعوا مش كويسين. بالنسبه للاب يعني اللي على الاب، اول حاجه يختار له زوجه، يختار له ام صالحه يعني عندها دين، فاصبر بذات الدين تربت يتاك. تاني حاجه يختار له اسم برده كويس. كل ما يسالش على الواحد على ابنه ولا على بنته، اما تمشي في الغلط الغصب المفروض يبقى حنون عليها، يبقى كويس معاها وكويس مع ابنه، ويراقبه ويشوف بيعمل ايه مع زميله، يكون زميله كويس، زميله مليح، زميله كويس يبقى مطمن، زميله وحش يبعد عنه، ويحاول وتحاول يتقرب منه. التربيه الحسنه ويبطلوا يشربوا سجاير ورب يصرف عليهم. اول حاجه ان هم يعاملوهم كويس ويعلموهم كويس وما يفرقوش بينهم وبين بعض، ويحببوهم في بعض ويعاملوهم معامله حسنه، ما يحاولوش ان هم يهنوهم قدام الناس، يحاولوا ان هم يحببوهم في بعض، ويحاولوا يعاملوا الولد زي البنت، ويربوا فيه ان هو يبقى راجل، يطلع راجل، يطلع يخاف على اخته، يربوه من الصغر. تقرير جميل جدا جدا يا استاذ سماح، وبيعبر عن الوعي لدى الاباء والامهات. وشوفي حضرتك يعني ازاي بيشخصوا لينا العلاقه بين الاباء والامهات مع الابناء، وازاي يحافظوا على الابناء، وكمان بيدوا كده يعني في عذوبه في في في, في اختياراتهم العلاج. منها مثلا ما تكذبش، شوفي بيتكلم بكل بساطه، ما تكذب تصرفك مع الاباء مع الابناء، تصرف الام مع الابناء، تصرف الاب مع الابناء، حتى في التعبير، حتى في الحركه، لان الولد هيقلد، البنت هتقلد، فيعني ربما تكون انت احد اسباب عقوق الابناء وانت لا تشعر بهذا الامر.